خلوني يا ما هذا يا موسى؟ كيف تجرؤ على دعوة الناس لعبادة إلهك؟ ثم إن كنت صادقا فيما تقول فأرني معجزتك. يا موسى ما غاب الحجر، اقسم بالله ما علي بني بيه. يا موسى بالحرام بعد او زانا راح نسكتيكم وانتم تسريبون ديو زادك تعرفوه؟ ما تسريبون ديو با شدنتا زادك تعرفوه؟ انا عارفوش على دي دواش ما تعرفوش انا عارفو بسير او زانا قلت لك بسير زانا سكتيكي لا تعرفو ما انا عارفوش زمتا تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ ما نعرفوش. ما راديد واش ما تعرفوش؟ انا عمري ما شفت فيك راجل. ايه؟ ما شفت فيك راجل زمتا؟ هز راسك انت. وانت تعرفوا هذاك؟ زادك البنزو. اش بيك؟ زادك سرك، زعما نسكسي فيك الا تعرفه. علاش تحوس علي؟ انا بوليس راه تحوس عليه، هذاك سرك. وانت واش دفلي؟ انا زعما نسكسي فيك الا تعرفه. شكون؟ هذاك البانزي واشمو؟ يرحم تعرف كمالي اسمعوا يرحم مالديكم إلا كاش واحد منكم يعرف هذاك اللي راه مصور ليه يقول اللي عليه على خاطر هذه ثلاث مرات وهو يهرب لنا ولازمنا نحكموه لازمنا هذه واش تسلف منك تقول ثلاث خسرات ويهرب لنا وثلاث خسرات هرب لنا ثلاث خسرات انت ثاني اسبكتور باش نعاونك في خدمتك انا تعاون ليك الدم في مك سربرايز motherfucker انا فعلا ولا شفت اجابه اي حاجه انا كتبت الاسئله بالظبط زي ما جات لي بالظبط عشان اجاوب عليها قدامكم بس لو جاوبت على يعني نص الاسئله لازم تبقوا مقتنعين ان اي حد بيتفرج عليا ان الست مش مكانها المطبخ وان احنا عادي بنفهم في الكوره زي ما انتوا بتفهموا والله ما سمعتك فتعالوا نشوف ايه الاسئله اللي المفروض اجاوب عنها يعني نبدا كده بسم الله بصوا اول سؤال بقى بيقول ايه هو انا مش عارفه انت اسم اللعيب اصلا هي نضحكوا كامل هي طب يعني انا مش عارفه اجاوب اجيرو مش عارفه بان ترون بيلعب في نادي ايه دلوقتي انا بصراحه مش عارفه اسم اللعيب ايه جنسيه ميسي ايه ميسي اسباني لا معلش كله الا ميسي اسباني يعني معروفه غادي ندير ديكلاراسيو 10 سؤال بقى قولي ثلاث اسماء فرق من كل دوري الدوري الايطالي ما اعرفش غير اسي ميلان اسمها اسي ميلان لماذا يعيش اجديا الى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير